صبحكم الله بالخير. أقولكم اليوم بروح محل اسمه أعشاب الحكمة. المحل هذا في مراكش في وسط البلاد في عين المي، يعني هو مش الأحسن، هو من الأحسن، يعني من أحسن 3 أو 4 محلات موجودات في شتية مراكش. يصير عادة تحيدون مارو مردي دي خلية جدا ويد ورا، وكل حد وصى منهن اللي يجيب لنا شيء لفلان إن شاء الله بصير بيب وبصور لكم اللي الله خير. هو من أظهر بعد من المركز مال أعشاب الحكمة، بصير مكان بيعيبكم، بيعيب أكثر 99% بيعيب الحريم يعني خصوصي. أنا بوني هب ساير يا غير بعد وصولي لأهل يبون أغراض، ومرة عن مرتين بأخذ لهم وبصور لكم المكان، مكان وايد فنان. المكان اللي بصير لهذا من أهم الأماكن اللي تخص خاصة حرماتنا نحن، يعني الله يحفظهم ما يوزنهم للزين رواعي الدار. بصير نحن حينه يلا تعال مكان مال الأعشاب، مال الأعشاب زي خيله، كيف بتركب خيل انت بعد وين سوق؟ اول شيء بنصير السوق الحين، بناخذ أعشاب وارقان شاي، بناخذ شاي وزيت ارقان وزيت زيتون، لا ما نسيت، وبناخذ صابون وزيت ارقان وكل شيء. شو رايك؟ زين اشوف زين صلاح؟ زين. وعقب بنصير بعد مكان رقم 1. زين. وعقب وين بنصير؟ الرباط. الدباب. الدباب، الرباط. الدباب. عايب عندك الكرسي هذا في النص، لو نشلهن نخليك شارات الاول ورا. لا زين، لا انا عندي راي ثاني. بنشل الكراسي بندور ورا انا وانت في الطريق. حبيبي يوم بنصير الحين الرباط بندور انا وانت ورا، وعبد القادر بنخليه يدور قدام. شو رايك؟ زين. اوكي؟ اوكي. شكرا. بالليلة بنضوي الرباط إن شاء الله بين المغرب والعشاء، وبيكون سكننا في فندق سوفوتيل إذا الله جعلنا من حين. أنا بغيت أغير شيء التغيير، يعني أقولكم مكتب ريال أكسبرس، المكتب اللي نحن جايين عن طريقه، هم اقترحوا علي أغير من دار الضيافة إلى السوفوتيل. شيء طبيعي وصلنا المحل وخذنا صورة أنا والحبيب صلاح، وهذا راعي المحل، هذا الولد الصغير، هم متوارثين يد ورا يد، هذا كتبهم وهذا دنياهم وهذا علمهم، وهذا أصل المحل، وهاي أشياءهم بعد من غير. الحين عاد بدخل بجلس وياه بخليه يشرح لكم الهست كله. هذا مكان معد خاص يعدون الخلطات وسامانهم اللي يبونه، كان هاي أشياءهم بوية كثر التراب، شيء يعرف وشيء ما يعرف. وحين بخبركم عن الهست كله، في جميع الشهادات عندهم. فوق في الدور الثالث مسجد بن يوسف وقبة المرابطين، هم الأماكن الأثرية، المعلم كبير عندهم. كملها صيد المعشبة مالتكم قديمة جدا، حقها 5 أجيال ما شاء الله. زين شو بتروين عندكم الزيوت؟ أهم شيء؟ أهم شيء زيت الأرقان. في 3 أنواع، حق التجميل، حق الأكل، حق التداوي الخارجي. انزين. وبعدين الحين أنا سمعت عندكم شيء منتج جديد، زيت الصبار اللي هو هذا صح؟ إيه صح. زين شو تخبريني عنه؟ هذا حق التجاعيد، الهالات. ايه هذا حق اثار بعد الحبوب، وحق لما تسوي عمليه جراحيه، حق الاثار مال العمليات. إيه يعني اثار العمليه. بارك الله فيك. كل العالم تجي عندكم انتم لا تاخذ تشوف الاعشاب اللي عندكم والبهارات، شو الشيء المميز من الصابون الماسكات، شو الشيء المعروف؟ تفضلي. يلا ابي اوريكم الحين طين. في طين حق الشعر، طين حق الوجه، وهذه 3 أنواع صابون، الصابون المغربي حق الحمام، صابون زيت الصبار، زيت الأرقان، زيت الصبار وزيت الأرقان. هذا زيت الصبار هو الجديد يعني. إيه الجديد. بارك الله فيك. هذا شو يسوي؟ ليش الناس تستعمله عندكم؟ شو السبب؟ هذا حق ترطيب البشرة، وحق البقع السوداء، وحق الحبوب. زي طريقة استعمال.
تفضلي. طريقة استعمال هذا الطين؟ هذا تعمل شوية بس على الوجه المبلل بالمية وتخليه 5 دقائق ولا 10 وبعدين تغسله بالمية بس، ما تحتاج صابون. البهارات اللي عندكم أهم شيء؟ أهم شيء خليط 35 بهرة اسمه راس الحانوت. هذا وايد كل حق كل شيء يصلح؟ حق كل شيء، دياي لحم كل شيء. قلتي لي عندكم نوعين، أهم نوعين هذه الهن، الشاي المغربي العادي، المغربي العادي وهذا أصلي، وهذا نقوله شاي ملكي. عبارة عن شو؟ كم نوع الأول؟ واحد واحد، في شاي، في شاي أخضر وفي نعناع. إنزين وهذا؟ هذا الشاي الملكي، في 5 أنواع، خمس مخلوط بخمس أنواع. هذا صلاح إبراهيم، تعرف أنت إبراهيم؟ هذا هو صاحب المحل، يد راعي المحل مؤسس، وهذا ولد الولد دكان راعي. عبد القادر، الله اكبر. حسام الخضر، صلاح، سي صلاح، مرحبا. مرتين صلاح تعرف باسمك، مره واحده واحده بس. شيء شيره اسمها كليبتوس عندهم، فهذا مثل كريستال، الحب الوحده من هذه يحطونه في مدافي يتنشقونه، زين حق الصدر والشام حق ألم الحنجرة والتنفس وأي شيء يتعلق في الجهاز التنفسي، هذا بعد يقول لك زين له، ويضربوه بالأوصوف يعني عندها كريستال. كيف نزلة البرد؟ زين أوكي، كيف يحطون؟ كيف نستعمله؟ هي. نأخذ كريستال واحد بس مع مية دافية، دافية بعدين نشم. شم. شم. ها شم. زين. شم. قوي. هذا زين مزين. يا الله حرام شم. قام ينه يضرب في خمرة الرأس من فوق وبتنشكته قوي يفتشت، هاي اللي داخل كلهن كاملات يتفتشت. هذا حق شو؟ حبة سوداء. حبة سوداء. إنزين. حق الألم النصفي. حق الزكام. شقيقة. إنزين. والشخير. إنزين. الحبة السوداء اللي عندكم هذه مغربي. غير عن الحبة السوداء اللي في الدنيا كلها. غير عن اللي في أي مكان. إيه. أيوة. أنتوا كل شيء أبوي عندكم غير، بارك الله فيك. الحمد لله. ناخذ قماش اي نوع، نعمل شويه بس شويه حبوب من الحبه السوداء. انزين بعدين نسوي باليد ونفرك مع اليد الحال. شوف شم صراحه شم. يلا بحر ثاني، يلا يلا يلا. اللي فوق كلها تبع شو؟ هذه تبع حبه الشباب، حبه الاكزيما، وحق الصدفيه، وحق تشقق الاقدام. ايوه. شو اسمك انت؟ عفاف. عفاف، الحين هالاغراض كلها المستحضرات من وين جايبينها انتم؟ هذه حق مراكش وحق المغرب، ما في شيء مستحضر. كل هالاشياء كلها من الارض المغربيه؟ ايه، كل هالاشياء، كل البهارات، كل اعشاب حق المغرب. من الارض روحكم؟ ايه، من ارضنا. سبحان الله. انا الحين اخذت الاغراض كلها اللي اباهن، انت شو تبى؟ انا تبى ولا واحد. شو عاش اسمه؟ شاي ملكي. ملكي. زين شعري. شو هذا عاد رامني؟ هذا تيرويال. إيه؟ شاي ملكي، هدية من عند إبراهيم. يا صلاح يا سلام، أرباب أرباب. أنت صلاح؟ بسم الله صلاح، مزبوط؟ قل لي شكرا عادة. لا شكرا على واجب، أهلا بك. أهلا بك في بلدك الثاني المغرب. خمنا الدنيا أبوي كذا، ما خلينا شيء، ما خذنا شحا، أو أني ما باخذ شيء، أنا ما أروح. ها زين زين يلا. في كرت عندكم خاص لكم المحل؟ عطني 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 كرت. وين عطوه؟ ها بس خلاص خلاص، عندنا هني موجود. لا شو أربعة أرقام. هي بس 150 هي 600. لازم أسعار عادة تخفضوا لنا السعر. لا لا حاجة. فأقول لكم هذا المحل ما رم تسير كللي شبدي الحريم، ضروري تسير تصور لنا إياه، ضروري تصور لنا إن شاء الله. وهي والله صورت ليبال وصورت الأنهار والثلج والفنادق والمطاعم، أبو مال كنادير مال قلاليب، ما صرت ما رمت تخطر. قلنا لها أبو شوركم وهداية الله، ما يصير خاطرك إلا الطيب، وحين جايين أبو المحل بنشوف علمهم وخبرهم ونصور لها. محل كريم برياض من أحسن
وأقدم وأشيك وأرتب محل في كنتي يا مرة. كل هالعرب وقويتي وما بأي عرب النخبة، لازم الكل منكم والجميع يعرف النتي. سنة لكم في هالمجال؟ 40 سنة تقريبا وزيادة. نعمل قفطان مغربي للحريم، ونعمل قفطان للرجال، نعمل جلابية للرجال، نعمل جلابية للحريم. سمعت ان عند في ابتكارات انتم نعم. مختصين فيها، روحكم ابتكرتوها. نعم. مش موجوده ولا في محل. نعم. تراويني مثل شو عندك؟ هذه الصلاحيم الجديده اللي ما كانتش من قبل، احنا عملنا هذا ساده وهذا اسود بالديزاين من خلف ما كانش من قبل. هذا سلهام موديل جديد عملنا له هذا الديزاين. بالاساس ما كان بهالطريقه. اشوف ظهرك ايه؟ وهذا الطربوش. ايوه. اسم القطعة هذه؟ هذا الاسم القطعة اسمها التكشيطة. نعم. كلها مشغولة باليد وحرير. شوف في القطعة تحصيل قفول لازم يكون معها. القفاطين المغربية. ايوه كلها التطريز بتاعنا احنا. شغلكم انتم؟ شغلنا احنا. زين. شو اللي يفرق بينهن وبين اللي موجود عند الناس اللي غير؟ اللي موجود عند الناس اللي مشغول عند الناس ممكن يكون اقل شوية ممكن، بس هذا شغل احنا بتاعنا، بس احنا عاملين خالف تعرف. هذا مو موجود عند اي حد. ميز فيه مثلا. هذه التطريزة مش موجود عند حد. وهذا كله شغل ايد؟ كله شغل ايد. كله كامل؟ كله كامل، تحبه بعدين اروح تشوف كيف يشتغل. لازم يضر. كل شغل يد؟ كله شغل يد. والقطع الوحيدة كم تاخذ وقت لتجهز هذه؟ هذه عشان تسهل. هذه ما تاخذ تقضى 10 ايام كامل، بس هذه تاخذ اكثر. يعني يشتغلون هذا كله عشان يشغلون 25 يوم لغاية شهر كله، لانه يعني كله مشغول باليد، فيش آلة ولا اي شيء. وهذا قطع 100%. يا سلام يا سلام على ليموني. كله مشغول باليد، ما فيش اي حاجة بالآلة. تبارك الرحمن. لميك هذه جاكيت مميزة جدا، يعني خدت شهر ونص شغل، وفيها أحجار، فيها كريستال، وكلها الشغل يد. والباقي هذا فلانير، مش نفس القماش، بس هي كمان كلها شغل، وهذا يعني الأصيل، الذهبي الأصيل مش المزين. مخمل. هذا على مخمل، والفضي كله أصيل، يعني فيه الفضي المزيف وفيه الأصيل. وهذه كمان مخمل جاكيت تتلبس مع أي شيء. أيوة. اللون هذا ما يختلف ابدا ابدا، لا هو ولا الفضي، هذا كله ما كل هذا ما يكشف، ما يكشف ابدا، تفضل على نفس اللون. والمزيف اللي غير مزيف اي البياع، يعني البياع بالضبط يسمونه بياعي اللي موجود في السوق. بس احنا نعمل شيء مميز لانه الناس يطلبون شيء. انت بكبرك مميز. تشكر والله هذا شرف لي. انا بشكرك جدا. جزاك الله خير. هاي وايد فنان والله. وين يخدمون الأشياء هاي؟ عندي محل أمام المتجر بتاعي، في صنايعية يشتغلون. لازم أديك أوديك تشوفهم. يا توكل على الله. صلاح تريوني يلسو حبيبي. شو ببراي الكاس ما بيطير. يلسو بيكم زين. يلا هاي الخدمة حق عروسة. أيوة هذا وصايا العروسة. بعد أشوف أن الخدمة خدمة عرايس. ولسه منتهيش. بعد فيها شهر. اللي بتنحب. إضافة الصدايف وفيها ديزاين كمان في يعني فيها شغل كتير عشان تتم، وفيها القطعة الثانية اللي تكون معاها قطعة كله حق العروس. كم وقت ياخذ؟ ياخذ تقريبا 3 شهور. لا إله إلا الله، لأنه هذا كل اللي تشوفها شغل يدوي، مو شغل بالآلة ولا بأي شيء. هذا شو حينه؟ هذا بالضبط هذا قفطان مثل اللي شفته أنا الحين. شفتي بس هذا قطن، هذا مختلف. ما زين اللي هاي بسمبوكا زوه جاكيت. ايوه شيء مميز. عادي عاملين هالوصايه هي كمان واحد فنان كبير. هاي الشيء اللي مش عند اي حد غيره هو يلبس. هذا رجالي ها؟ وهي كمان ما انتهتش لسه فيها شغل. هاي رجالي صح؟ رجالي. شو ظهرك ايه؟ ظهر عادي صادق. ايوه عادي. هذا اللي فيه الكول فيها. كم صنايع هنا في المحل؟ حاليا فيه 1 2 3 4 5 6 6 في هذا المحل. ما شاء الله. بس في المصنع
ما شاء الله هاي وايد جميل شكل شكلها. أرى بعد عشان تشوفوا أحلى. لسه ما انتهاش بس. أشوف الله عليه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. قطعة مميزة. والله عليك هذا قطبة قطبتي لسه تخدمه تحت قطيب كله. كله يعمل واحدة تبع واحدة هذا اللي تشوف فيها. روحة عداء كان هذه هاي روحة يا بكر رقع روحة تسوى لها تسوى نوم العين هاي اعتبالها واحدة بيضة تتبهلل. شكر لكم والتقدير جزاكم الله خير ولا عصمة يمناكم والله يحفظكم ويطول بعماركم. انتم شعب كريم طيبين مسلمين زينين الله يواليكم. رجاليات جاكيتات زين هذا صوف مع قطن ايوه وكل يرار كله بالسحاب. هذا شو الخلق؟ هذا كشمير 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 صوف بعد نفس الشيء. شو هذا؟ فلانيل اوكي في صوف وقطن. هذا صوف وقطن ايوه في ديزاين مختلف ايوه لكن هذا شكله اطول. ايوه اطول. وهذا الخلق مال الجينز زاد غليظ. اما عاد هذا هو الملكي. الملكي هذا يا سلام هذا رقم هذا يسمونه اللون الولايتي هو البني وايد جميل. هذا الصيفي لينن هذا لينن ايوه يا سلام يسدك يا ابو كله لونه لوني يا ابو كيسوي يستاهل يا سلام. ماجوريل أيوة. هالقطنان نفس اللون ببيت سان لوران حياة أيوة. سان لوران صح؟ اي صابين بيتهم كبرى هالنمون. هذا كم وهذا بنصكم. هل كان الخلق شو هذا بعد؟ هذا لينن كمان كل لينن أيوة لينن. هو باثنيناتهم كلهم لينن ها؟ شوية يبوك هذا روحه لونه يبوك يسوى بلاد ما عادها البني وهو يصير ورد عليه. هذا يا بكر روحه غير نمون يا سلام. هذا ابوي حق مقناص عاد هذا اللي كبوس ايوه نفس اللي لابسين الشيخ ايوه لابس ملبوس الشيوخ ابوي ملبوس الشيوخ ابوي ما بملبس ناس العامية. ليش لا ناس العامين لو عندهم نفس بس الشيوخ ابوي ما بكل حد ابوي يروم عليه ابوي ما تنقز الا السمين يعني الحين اسعارك انت وايد غالية تراوالي ما فهمت شو قصدك اسعارك غاليه لانه شيء هذا كم جيمته كم جيمته هذا 4000 درهم يعني 2000 درهم مالنا نحن او 1700 ايوه والله ما برخيص بهاك الحكي. فاطين مثلا اللي توني شفتهن فيهم اسعار مختلفه في من 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 8000 درهم ل 35000 درهم ايوه. القفاطين مثلا كم قيمته؟ هذا على 30000 درهم مغربي أيوة. يعني 15 او 13000 درهم أيوة. حرير وكل شغل يدوي الصيفيات اي الصيفيات هذو على في على 1200 درهم هذا كله شغل يدوي اي اكيد اكيد. واللي بالاله ارخص. وهي الجاكيتات هذا جاكيتات على 3000. الجاكيتات هاي تراوح بين كم وكم؟ 2500 على 3500 كلهم شغل يدوي اكيد شغل يدوي عشان نعرف فين في الشكر والتقدير لشخصك العزيز وبارك الله فيك وجزاك الله خير وما قصرت ويرحم والديك. شكرا جزيلا شكرا. سايرين ترى ابوي نحن نتغدى مطعم اسمه شو اسمه؟ لا لا بالعربي البيت العربي مطعم البيت العربي اسمه دار العرب وهو قال لنا ابوي البيت العربي وهذا ها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ السلام عليكم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هذا ابوي العرب كلها تعبدكم عباده صبح ومساء وين سايرين المغرب جاي من المغرب كل شيء فنان ابوي عندكم. ابوي عندنا حج باسم خالد الخالدي. يلا 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 شوفوا مطعمهم عباره عن شو عباره عن رياض. شوفوا ترتيبهم الحوض في النص الماء واربع شيرات لازم دور مدار ليلسه سبحانك يا رب والسقف مكشوف. درايش ترى من خارج بيوتهم ماشي درايش
درايش في النص على هالاساس يسمونه الرياض. حليلك يا صلاح، نزلت هذا كله؟ صلاح نزل حج الدار؟ صلاح ينزل من المسعد بالمسعد. ايه ايوه. ترى يا ابوك بلاد من كبره. بلاد بلاد بلاد. فازين هم البلاد. هذا المطعم عاد يوم شيء برد ولا شيء مطعم؟ يسوي العالم داخل. يوم ما شيء برد يسوي. يا ابوكم ما بمطعم هذا من كبره. خذ زيتون صلاح ساعه. لا لا بالعود عيب صلاح. ما ابى بالعود ميت. ليش ما تريد يا صلاح؟ اخ علي كرمليز بامكن، هذه التكتوكه نعمل فيها فلفل اخضر فلفل احمر مع طماطم عدس، هذا جزر وهذا باذنجان. زين وهاي شو شو فيهن؟ فيها واحدة بالسي فود، واحدة بالتشيكن، واحدة باللحمة المفرومة. وهذا؟ هذه الباستية بالدجاج وهذه الباستية بالسي فود. بارك الله فيك. صحر. أربع أشخاص. يلا قصهن عاد بس بالتساوي. كل واحد بيعطاها الربع. يعني. لا لا خليك خليك. بكوس. هاي بتشو حينه؟ اللحم ولا بالدياي ولا سي فود؟ بالسي فود هذه. بالسي فود. شو سؤالك كان؟ شو السؤال؟ سؤال ولا زي فيفر كل زين كل فيفر ولا غلطة. السؤال واحد تو انطرش لي سؤال او انه خالد احنا بما انكم تاكلون في الحوي يعني شيء ذباب شو يطلع لكم السؤال؟ خلاص بنسأل انا الحين هاي الطنجية ها؟ يلا حطها. هاي الطنجية الأصلية اللي يقولون عنها. يا سلام سلم. حلوة. بزرة. 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 بزرة في العين. هذا شو؟ هاي الكسكس. وهاي الطنجية. وهاي؟ طاجن اللحمة. طاجن اللحمة. طاجن السمك. طاجن السمك. بارك الله فيك. صحتين. يلا عاد الحين سيرفز لنا انت كامل، نحن ما بنحرج ساكن عسب ما حد يزيد على حد. بارك الله فيك. نخلط الهريسه مع شو؟ مع الصوص بتاع الكسكس. ايوه ايوه الكسكس. شو صلاح؟ الكسكس. سمعتوا بقول لكم لك اللي يجيب العافيه هذا هو صحا اللي يقولون عنه لك اللي يجيب العافيه صحا. اوه يا سلام سلم تمام. بقول لكم اللي ماكل الطنجية في المطعم هذا اللي بيي اصلا هالبلاد مراكش ولا بيي مطعم دار العرب لي مطعم شو بلا نوع من الاكل وهو ما يتشاهد كل زين زين فوق عن الزين يعني فوق عن الزين زينين بعد. انا طلبت يمكن خمس ست انواع على ما تشوفون كل طواجن مالاتهم يا غير كل واحد غير عن الثاني وطعمه هلد. صلاح متروس ولا شبعان ولا بسك شبعت الحمد لله في العافيه امين. هلا هيه بيني وانت كل حبيبي كل بس بين دحق يا ابو بس انا يوم طلبت الطنجيه قلت لهم خلوا يلحجون اللحم شويه حريج. شو بقول لكم غدا غدا في نوخه غريبه عجيبه. انا بسال يعني الكواليتي ديال الفود يعني كواليتي الفود شوف ولا انطع اكل في الدنيا العوده احسن عنه. انطع شيء في الدنيا العوده دور قاعد ادور غلطه واحده في اكلكم ما في ولا غلطه. مشكورين وما قصرتوا صح يعني ممكن ارفع يعني. ارفع الباجي ابوي اللي بي مراكش ولا بياكل في هالمطعم غلطان
تم غلطان بعد تم غلطان تقولون ما قلت لكم منو مال الديزيرت؟ هذا الديزيرت. زين شو الديزيرت اللي عندك؟ عندي الملفي وعندي تشيز كيك وعندي الكريم بريلي والليمون تارت والسوربي ولا الايس كريم. اجيب لك يعني ليمون تارت. شو رايك صلاح؟ اي كذا بعد يعني ابنك عرفت شو قال. سوي انت الحين شو المقترح الاخير شو بتسوي؟ اسوي لك اربع يعني تشويس. انزين وحطهم في النصيفه وبنسوي شيرنج. اوكي يلا. شو ما شاء الله وين ما تصير لذانات وين ما تجلس اي مكان في يبل في سهل يعني في كل مكان تسمع اللذان فيها البلاد. وقت الفروض العادي من تجب الجدال المسيد تشوف العالم ما شاء الله مكثرهم تحرى يبوكم صلاة الجمعة عندهم على كل فرد. ملفي ود بيتشز تشيز كيك اند ليمون تارت. وين انت هذا مقترح كنت؟ ايوه انزين تمام. وها كل شغلكم روحكم انت ما تبغي صح؟ اي لا ما تبغي حبيبي شو بينون انت؟ لا انا ما بينون لكن بتضحك بس عليك بسك بسك حبيبي بس عليك. لا مين دوي؟ بس عليك بس هذه مينو انت بس صلاح اقول لكم مثل ما تحيدوني ما بروم ازود عليكم في الرمسة ولا بروم اقصر. الحلو مالهم عادي يعني مش مميز يعني حال الحلو مش مغربي. الحلو مالهم كريم بورليه وتشيز كيك وهذاك اللي في النصيف اللي داخله الحمر البيري يعني عادي. خير صلاح نقول دوس نش قبل ما تدفع الفاتورة اول ادفع فلوس عقب نش تعال ماشي يا 1826 درهم. زين 1800 يعني تقريبا 700 درهم او 800 درهم يعني تقريبا ببلاش. بالنسبه حق المطاعم اللي غير هذا رخيص زياده عن اللزوم واخير بمليون مره مليون ما ب 990 الف بمليون. طعمه حامز وملحته جاميه وفنان وناضي. سلامة مشكورين وما قصرتوا كل شيء زين عندكم أحسن عن الزين بيض الله كوي مع السلامة. شكرا جزيلا يلا شكرا جزيلا مشكورين وما قصرتوا بارك الله فيكم. زين المطعم جبوت 100% والله إنه مطعم ولايتي اليوم كلنا ما تخطرنا عادة. وين البخشيش؟ وين؟ لا ما اعلم ليش ما تعطي بخشيش؟ ثاني ان شاء الله مره ثانيه الحول خله شو شو ليش ينصل وسيع ايوه لا بدله يطيح هذا الفقير ماله. شكرا شكرا لك مع السلامة. مع السلامة مشكورين على الستاف اللي موجود كامل استمتعنا معاكم هالكم من يوم من أجمل الأيام اللي قضيتها في المغرب وكلكم كرم وما قصرتوا بارك الله فيكم. We are leaving. Thank you for everything. إن شاء الله يلا مع السلامة. مع السلامة مشكورين يلا مع السلامة. ان شاء الله مره ثانيه نتلاقى وياكم في اقرب وقت مع السلامه. الحين الساعه 5:15 باقي ساعه وربع بيد المغرب. ان شاء الله ابوي بنوقف في الطريق بنصلي وبنعين من الله خير بنكمل ان شاء الله بنرمس وياكم انا وانت صلاح ماما انا مش سويت بنسولف وياك يا ابوكم. يا واحد تو سالني سؤال عور لي قلبي قال والله شو اخبار الرجيم؟ اي رجيم يا رجال اسرق لين تعتدل ضلوعي. وين ما تصير ترى هالدنيا كلها فنادق كلها الدنيا فنادق بنسيونات ولوكانطات وما يسمونهن وموتيلات وبرخص لثمان يعني لازم الحين يوم تسكن تسافر توزع عمرك شيء ما ترومه البلاد فيها جميع المستويات شرات الامارات
كل مستوى اللي عنده ربي بيعيش، اللي عنده مليون ابو ظبي وباقي الامارات كلها في فنادق ب70 درهم، وشي فنادق بلك وتومان هاك الحكي. ثلاثمية واربعين كيلو متر من مراكش لين الرباط، يعني تقريبا 4 ساعات او 3 ساعات. انا وانت بني لسورة، شو رايك؟ ماشين خير؟ ماشين خير. ايه من ترقد الخرد عشوف. صراحة منو طالع؟ باخ. منو؟ باخ. لا القصار. شوفني انت تحب القصار؟ ايه. تحب وادله شويه؟ شو يعني؟ شوي نص؟ ايه. ليش؟ كل يوم يطرش لك سلام، كل يوم يقول لي سلم على صلاح سلم على صلاح، وانت تحب نص ليش؟ قول احبه وايد. وايد. ايه يستاهل ابو داوود هذا. الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر سعادة الدكتور محمد عتيج الفلاحي بيلقي محاضرة، وإن شاء الله يوم الأربعاء من عقب صلاة العشاء بتكون المحاضرة في ميلس المشرف. ميلس المشرف اللي في شارع الخليج العربي اللي موضوع المحاضرة هي على الله يحفظكم بيكون الأيادي البيضاء. وايد ضروري العيال يحضرون، الكبار والصغار، مرة ما يتم محاضرة وايد ضرورية ولها إيجابيات وايد، بتنفع عيالنا، بتنفع عيالنا الصغار قبل الكبار. وين يا بابا؟ ما شوف شو؟ ما في نوم. واق التوك. لا. سمعتك تنخر. الله والله. سؤال يعني عدة مرات هون، ليش يا خالد المطعم اللي تصير لها ما نشوف حد فيها إلا روحك في المطعم؟ أكيد روحي في المطعم، شو السبب؟ أنا الله يحفظك بريوق يوم تريق الساعة 7:30 الصبح، فلذاك الوادم كلهم بخوره، وأنا أسير أتريق من وقت هذا ريوقي. ويبت الغداء ما أعطي فيها لا حق ولا باطل، ويبة الغداء لازم يكون وجبة زينة وفنانة ودسمة ومكان وايد نظيف. أقبل المخاطرة، ما أسير أكل في مكان ما عندي خلفية عنه ولا مكان ما عندي خبر يقين منه، لازم اتنقى احسن مكان واجود مكان ولصيت وسمعه شبابها. من الوادم الحمامي قوم 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 ابو عبود، انا تهمني واسعاره الاماكن اللي صرت لها. انا ما صرت الاماكن مال الطغى، صرت مكان يعني 5 تنفار ياكلون 700 درهم على 5 تنفار 4 تنفار ما بواي، يطلع لنا فار ب 150 درهم. تلو تاكل في مال فاست فود بيطلع لك بهاج الحكي. باي غير انا اتنقى المطعم، شفت اليوم المطعم اللي غديت عنده من بحياتي ما بنسى هالاكل، ما بنسى شيء اكلهم من الاكل المميز اللي من المسابع المستحيلات اني اروم انسى طعمه، شيء غير نمون طعمه. امدح لكم الحلو اللي يحطوا لنا اياه كريم برلي وما ادري شو هذاك مال العاديين يعني مال الموجود في كل مكان، ما بغاوي يا غير الأطباق المغربية. يا سلام سلم، أوه حرام يعني بضرابنا الشيء. إن شاء الله إن شاء الله إذا الله جعلنا في الحي ومدلي في الحياة، من أول ما وصل أبوي طاسة حلول أبوي، يلا يلا تخوز أبوي مفعول هالدنيا كلها ملتج. كان حد يروم يلتج من الصراط، أنا التجيت ريوب وغدا وعشاء كل يوم، وكله من هذا الغليظ، ما شيء يعني ما خفيف خفيف. ما منه شو ما منه ولا ما نوع بعد تشرب؟ والله انك تراقد. طهل عيون قحمر. الله باقي نص ساعة نوصل. تدري منو سوي تليفون؟ عبد الجليل والطه عبد الجليل، يقول بتعشون عندنا ولا لا؟ شو نقول حبيبي؟ نحن متأخرين وهم ضارين تعشون من وقت، برايهم يتعشون باكر ان شاء الله. شو باكر ابوي؟ باكر عشاك ابو ظبي انت وين داري؟ شو حبيبي؟ مساج؟ مساج حبيبي في بانكوك، بلاد هاي ما فيها مساج، اللي يسوي مساج يدقون بعصا.
زين ما عليه؟ ما شيء مساج. نعم ليلة بس ليلة. مرة واحدة؟ إن شاء الله. يوك الشرطة. قال الشرطة ممنوع. ما تروع أنت من الشرطة؟ لا. تحر هذا بيت طه هذا ابوي فندق ابوي هذا فندق نسيت ابو نسيت يلا غايته يلا سايرين صلاح معاي ايه ها صلاح الحمد لله على السلامة يعني زين منو هاي اللي بتوديك الحين فندق انت بالحريمات انت لا اشوف حمام ما شي حمام عندكم؟ لا اشوفه زين وين شي 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 حمام شي تحرط ما شي حمام؟ شو؟ ها شي حمام ليش تقول ما شي حمام؟ بعد ايوا شغال ابوي شغال لا تحاتي الحمد لله نحن ما قلنا لا يلا يلا زين يصير طه يلا يلا عبد الغادر يلا 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 هذا ابو الفندقنا نحن هاي السفوتي اللي تونينا فيه هذا ما تشوف هناك هذا حمام هاي حجرات قوم صلاح وهاي حجرتي هنا زين حبشرات هاي واحد الواحد اللي هو ماشي شراته خمس نجوم هو الفندق غير ما بشرات الخمس نجوم اللي كنا فيهن هاي لكن اللي كنا فيهن سبع نجوم حتى لو يا غير حق بيت ليلة زينات الحجيرتين زينات زينات مرة فوق عن الزينات لا لكن ييتك راعي ابوي المعنى يستعني راعي المعنى يستعني ييتك عما تقول ما ييتك والدنيا مقد ها تحين صلاح ها؟ انت تشوف شوف اروحي ما اشوف يا الله جني ما اشوف بالليل فندق زين ما سر بجي غرابش قرقع حياة فيه حياة وايد عالم يوين اللوبي اللوبي ينغش من الوادم ينغش هبشرات فنادقنا فنادقنا اللي كنا فيهن فندقين اللي صورت لكم اياه هاي كم مرة يعني هاديات هدوء يكاد الواحد يرقد وهو يمشي هذا لا قرقعه قرقعه تمام وين ساير صلاح؟ منو ساير عنده؟ طه نسينا زين الفندق هذا؟ ايه ما كذبت له زين ولا ولا الله قال ما يتشاهد زقاره في اللوبي وما ادري شو لوبه صرت طالع دريول سولتي خليينا زين صلاح؟ شو رايك؟ ايه زين؟ زين الفندق هذا؟ ايه اسمك ما عندك ذوق يا صلاح ها؟ اول هذا؟ ايه هذا هذا احسن من الاولي؟ لا اول الاولي احسن؟ لا هذا عسل هذا احسن؟ يا ربي هذا بالدين ايه هذا ايوه اللي كنا فيه احسن عن هذا ايوه اشكر فنك يقولون ما ادري بك انك مخرب والله الموقع في نص حديقه عود عود من كبرها طاعه فندق رقم واحد غير المشكله عاده ما مفروض تجيه من هاي فاقول لكم الفندق والله زين اخذت هاي مشكلته انه يعني جايين نحن من عقب هاي الفنادق شيء طبيعي بتشوف كل شيء كخطف ها شوف ما زين اخطف عاد شوف ما زين فندق ولايتي رقم واحد لكن المشكلة عاد من عقب هاك الفنادق كل شيء في البراح العود هاللي توني اصورها لكم قدام شو اسمهم فندقنا فندق سوفيتيل السوفيتيل ها ارض معارض في المهرجان يسمونه مهرجان الموسيقى موازين ويتسوى من حول لين حول شهر كم عاد شهر 6 أو 7 من غنى في ال حسين الجسمي من بعدها استوت حفلات ولا خلاص؟ استوت حفلات أكيد. اكيد من بعد ما غنى الجسمي استوت حفلات صلاح صلاح اي ها يا رجال يا تقول
تقول في اماكن احنا ما زرناها، شو وين بتودينا؟ شاله شو هي؟ يا اثار رومانيه. قبور نحن ان شاء الله. قبور ما نبى، ودنا سوق ودنا هذا شو اسمه السوق اللي سويقه ودنا بس بنقزر فيه. فندق هذا ابوي نحن فندقنا هذا تونا ظاهرين منه شو اسمه؟ سوفيتال. لا فندقنا احنا رويال منصور جلسنا للساعة 6، ما قال الساعة 6 لو تجلسون ابوي حتى للساعة 10 في الليل ما عليكم لا اكسترا ولا الفندق هذا سوفوتيل. قالوا من عقب الساعة 1 نحن باثر طيارتنا الساعة 7 جلسونا للساعة 2، قالوا من عقب الساعة 1 نص دقيقة ينحسب يوم ثاني، غيروا بدلوا والله ان ما مسوين تشيكن الساعة 10 في الليل. قالوا لو تسوون الساعة 6 الصبح الساعة 12 تشيك اوت، غيروا بدلوا. اسمي الساعة الفندق هذا سوفوتيل، ما تشابه ويا ابوي الريال منصور ودار الضيافة، هلاك ابوي ملكيات شيوخيات. اعتقد انا ترى ما اعرف الاسعار، اعتقد مش قضية ما اعرف اسعار، ما اريد اقول اسعار. يومين في الاقامة في الاوليات ريال منصور ودار الضيافة، يومين إقامة فيهن عن شهر في إقامة في سوفيتيل، لأن فرق السماء على الأرض. الإمارات حسان الحين عندكم طه بن عبد سني عادها عبد الجليل ولد طه، قال ترى أبوي الساعة شفت تبدي الحلقة اللي يتابعها وما يرمس ترى يوم تبدي الحلقة تبراي. يلا صلاح وين أنت حينه؟ بيت منو هذا؟ طه. قول لي شكرا. أنت صلاح؟ وين الدلها؟ بيت ابوك انت؟ وين الدل؟ ما شاء الله عليك يا صلاح. السلام عليكم. يا ربي. ها صلاح شفت هذا وياك طه. رقم واحد؟ صلاح شو هذا؟ لا لا حبيبي ما تبي ايس كريم، عطوه جرين تي. جرين تي؟ لا لا عطوه ايس كريم. صلاح ايس كريم لو جرين تي؟ صلاح زق مرقص عاده مندمج. سويت انت حمام مغربي؟ لا. ليش ما سويت حمام مغربي؟ غلطان كله عليكم. بيحكيونك بتطلع ابيض. بس في مرة هذه الساعة خروع وش صح؟ مو بيض. يقول يوم برد الفلاح خلاص عيز وهي تري اسبوع ما سويت المغربي. تعبت من هني. طلع وين بتسيرون؟ ما لا تخبره؟ لا 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 تخبره. ما بتخبروني؟ لا لا بخبره. طلع يلا خبروني. اخبره؟ هي خبروني. يبغى يروح المساج؟ لا حرام. ما مغربي حمام مغربي. انا بقص عليه. اذا ليلة ولا ليلتين حرام حبيبي مساج. لا لا حرام حبيبي تروح النار. شو هذا صلاح؟ وين هذا السامان؟ يا سلام هاك اللي حقك انت. اوه ما انت راق. هذا كله حقك انت. ايباد كم كبره؟ ها شفته؟ ها ايباد. ايلس شوف هذا ايباد وهذا الكيبورد ماله وهي ميل عطورات، هذا كل من عطاها ابن عبد الجليل. شو رايك؟ زين. شكرا. يحطوا لك على الايباد سناب شات ويحطوا لك قصار بيحطوا لك اللوادم كلها. مشكله ماشي مشكله. لا صلاح هاي كلها بوسه المثل. صلاح هل كثر دهان السير سوابك؟ صلاح
حين هذا عبد الجليل بن طه ليش لاوي عليه هلاوي العودة؟ ما بيطير عنك. شكراكم الله. ما لا ابو عبد الجليل. مع السلامة شباب. الى اللقاء بكرة. رقدانا عندكم. شاء الله. بعد.